لا لا بس يعني حتى انت ما عندك اعتقد قصائد وطنية ابو محمد؟ على فكرة قصائد وطنية ما فيها موجود في السوق ابدا ما في قصائد وطنية؟ ابدا الا قصيدة عشماوي باللغة العربية. رجل سلبت الشعراء الآن حقوقهم. لا 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 اسم الوطنية هم الشعراء الحين الموجودين يقصدون في رموز وطنية ويسمون القصيدة وطنية، هذه مي وطنية، هذا رمز للوطن. جميل. الملك ولي العهد الأمير فلان الأمير جميل. فلان هذه رموز الوطن اللي هو المملكة اللي هو السعودية اللي هو تربة. طيب أبي شاعر مدح كثير يا أخي. من هو؟ كثير. أبي واحد. نايف صقر. نايف صقر شلينا من البيوت اللي فيها مدح وحطينا الباقي، خلف هذا شلينا من البيوت الرمزي الرموز الوطنية وطنية. حطينا منه. ما في لا تقول لي ما أسكر قليلة فكثيرة حرام، ما دام انه قال في الوطن بيتين ثلاثة أربعة خمسة فهذا هذه قصيدة وطنية يعني. ما في قصيدة وطنية بحتة بدون رموز. والرمز وش يمثل؟ الرمز يمثل الوطن. طيب إذا يعني هي نفسها أنت تدور في حلقة قصيدة في رموز وطنية، مي بقصيدة وطنية. القصيدة الوطنية اللي في التربة. القصيدة الوطنية أما تكون في التربة أو تكون في رموز الوطن، رموز الوطن لأنها تعطيك الولاء، الولاء وحب الوطن من حب القادة الموجودين فيه. يسمونها قصيدة ولاء، قصيدة مبايعة، قصيدة رمز وطني، ما هي قصيدة وطنية. طيب أنت ليه ما سويت قصيدة في التربة اللي أنت تقولها؟ من وجهة نظرك أنت ليه ما سويت؟ ما عندك انتماء؟ لأنها غير مطلوبة، يعني ما لها مستمع، لأن المستمعين كلهم لازم يكون فيها رمز عشان تكون وطني. ليه ما سويتها انت؟ لانك انت اعلامي بذا القدر وبذا وفي ذا القنوات ومشهور وحدث بيتي الى حد الان ما تميز القصيده الوطنيه من القصيده الرموز لا 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 اميزها لا لا اميزها طبعا انا لا تعتقد انه كلامك اللي قلته قبل شوي صحيح، ترى كلام خاطئ يعني. انت قاعد تفصل انت قاعد خطأ. تفصل لا معلى ابو محمد انت قاعد تفصل الوطن عن القاده، وهذا هذا شيء يرجع لك انت يعني، بينما انا اربط الوطن بالقاده، اربط الارض بالقاده ماشي. وهذا أنا هذا أنا هذا اي هذا لكن انت قصية. لكن انت فصلت وتعتقد انه انا انت يوم قلتها انها يعني انا رضيت فيها، لا هذا وجهه نظرك انت وتحترم، فرجعت اقول لك ليه ما كتبت قصيده في التربه انت؟ لأما لها مستمع. انت كتبتها وما لقيت لها مستمع؟ ما لها مستمع، كل الناس مصدقين ان القصيد اللي في الرموز الوطني انه قصيده وطنيه، حتى يطلع الشاعر بكل قوه ويقول عندي قصيده وطنيه ويعدها في الرموز الوطني، هذه قصيده في مدح تعتبر مدح ما تعتبر وطنيه. الوطنيه اللي في التربه هذه قصيده مدح. طيب ما في شاعر وطن؟ في مسميات شاعر وطن، خلف حداد شاعر وطن ويقول الزلام الله يذكره بالخير يمسيه بالخير والمصيبه خلف حداد عليه يموت عشان يصير في شعر وطن يعني. رأي